مستقبل الاقاليم الصحراويه والمناطق النائيه. وخلد الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل عيدها الأممي، وهذه السنة نخلد هذا الاحتفال في ظروف جد استثنائية تتميز بغلاء المعيشة، تتميز بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والجماهير الشعبية. يوم الاحتجاج والاستنكار ضد غلاء المعيشة وضد تجميد الأجور وضد الحيف الضريبي الذي يطال الطبقة العاملة باقتطاعات مهولة، وسنخلده الاحتجاج كذلك لعدم التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي ديال دورة أبريل، بحيث جرت العادة منذ سنوات أن نتفاوض ونتحاور ونصل إلى توافقات من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء. وللأسف من بعد الاجتماع مع السيد رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل لم تتم لا دعوة الوفد ديالنا الاتحاد المغربي للشغل من أجل الرد على مطالبنا ولا حتى استشارتنا. أول مطلب وهو وضع حد لضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات على رأسهم الأجراء، واقترحنا عليه التخفيض من الضريبة عن القيمة المضافة على تيفيا اللي كتلهب الجيوب ديال المغاربة وكتمشي من 10% حتى 20% حول كل المواد الأساسية، وهذا من غير المعقول في هذه الظرفية العصيبة. وقد سبق وأن سنت مجموعة من الدول ديال البحر الأبيض المتوسط هذا الإجراء بتخفيض الضريبة عن القيمة المضافة. كذلك اللي طرحنا للسيد رئيس الحكومة وهو التخفيض من ضريبة عن الأجور وما يسمونه بالضريبة عن الدخل. نحن الأجراء في كل القطاعات المهنية في القطاع الخاص والعام يقتطع لنا ضريبة كتمشي من 10% حتى 38%، ونحن الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة ديالها عن الدخل بطريقة منتظمة وبدون تهرب جبائي، لأنها تقتطع من المنبع، خلافا لفئات اجتماعية ومهنية أخرى التي تمارس التهرب الضريبي. ورقم له دلالة واضحة، 74% من مداخل الضريبة عن الدخل هي نابعة من الأجور ديال العمال والأجراء. ثم بالطبع كمنظمة نقابية طالبنا السيد رئيس الحكومة بزيادة عامة في الأجور، لأن الأجور ديال كل الفئات من العامل البسيط إلى الإطار المتوسط إلى الإطار تأكلت، فطالبنا بزيادة عامة في الأجور قدرناها ب1000 درهم صافية في كل شهر. ثم بالطبع لن ننسى الأخوات والإخوان ديالنا المتقاعدين والمتقاعدات اللي المعاشات ديالهم جد هزيلة ولا تكفيهم لسد الحاجيات ديالهم. طالبنا السيد رئيس الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجر للسميك في القطاع الصناعي والخدماتي وفي القطاع الفلاحي للسماك، لأن وللأسف الحد الأدنى للأجر في البلاد ديالنا ما كيتعدى شيء 2980 درهم، وخص العامل يخدم أو الأجير 44 ساعة في الأسبوع. فهذا الحد الأدنى للأجر لا يكفي العامل والزوجة ديالو وواحد زوجة الوليدات باش يسد الحاجيات ديالو، والدراسات اللي درنا ما يمكن له يعيش بهذا الحد الأدنى للأجر إلا 6 أيام.
فقط وبأبسط شروط الحياة، ثم سنبقى نطالب بحماية الحريات النقابية. الحريات النقابية اللي هي حق دستوري انتزعناه بأرواحنا ودمائنا وحرياتنا في الاتحاد المغربي للشغل، وهو حق يوجد في الدستور، ولكن وللأسف هذا الحق أصبح يدس وينتهك من طرف مجموعة من أرباب العمل، أو المطالبة بتطبيق قانون الشغل يعرض الممثلون النقابيون إلى الطرد، بل أكثر من هذا يعرضون إلى المتابعات القضائية والمحاكمات بمقتضى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي المغربي اللي هو موروث عن الاستعمار. هذا الفصل كانوا كيستعملوا المستعمر الفرنسي من أجل محاكمة النقابيين لأنه كانوا يشكلون على الاستعمار خطر، فسن هذا الفصل للحكومات ما بغتش تلغيه رغم أنه ألا دستوري وألا إنساني. فهذه المطالب ديالنا الرئيسية اللي طرحناها للسيد رئيس الحكومة، وغادي نبقاو ناضلوا عليها حتى ننتزعها إن شاء الله بالقوة ديالنا النقابية، بالوحدة ديالنا، بالتضامن ديالنا، لأنها مطالب عادلة ومشروعة. بقي لي في الأخير أن أهنئ عموم الطبقة العاملة المغربية بهذا العيد، عيد الشغل، ولو أننا لم ننتزع مطالب من طرف هذه الحكومة الجديدة القديمة، ولكن أريد كذلك أن أهنئ مجموعة الإخوان ديالي في مجموعة القطاعات المهنية اللي انتزعوا مطالب في قطاع الميناء ديال الدار البيضاء، زيادات في الأجور وتحسين التعويضات. الإخوان ديالي في المحافظة العقارية، إخواني في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في قطاع وزارة المالية، في قطاع الكيماويات، في قطاع الأدوية، في قطاع الإلكترونيك. فكل هذه قطاعات بفضل وحدتها والنضال ديالها داخل الاتحاد المغربي للشغل استطاعوا انتزاع هذه المطالب كاملة لا منقوصة. كنبغي كذلك باش بهذه المناسبة نحيي الإخوان ديالي والأخوات هيئة الصحافة المغربية، اللي نحن نعلم ظروف الاشتغال ديالهم اللي هي قاسية ويشتغلون بأدنى الوسائل، وبالطبع أوضاعهم المادية ليست مريحة. فالاتحاد المغربي للشغل من خلال التنظيم ديالو النقابي في ميدان الصحافة ومهن الإعلام طالبنا من الوزير الوصي على القطاع ومن الحكومة سن مفاوضات من أجل بلورة اتفاقية جماعية تكون في المستوى ديال التطلعات ديالهم. وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية ومواقفنا من قضايانا الوطنية في قضية الوحدة الترابية، فهنيئا لأخينا المناضل المخالط الوردي على هذه الكلمة القيمة والتي تم الاستماع إليها من طرف ضيوف الاتحاد المغربي للشؤون. وكذلك قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.